انا معايا على الهاتف واحد من المدربين المحترمين، هو الكابتن الكبير نجم الاهلي السابق الكابتن احمد كشري، المدير الفني الحالي لنادي الداخليه. يا كابتن احمد، مساء الخير، حبيبي أمير، مساء عامل النور ايه؟ يا حبيبي، وحشنا كتير انت اكتر والله. اخبارك ايه؟ والله. الحمد لله الحمد كله لله كابتن كويس؟ أمير، بسعد الحمد لله جدا أمير. لما اشوفك موجود في الدوري المصري بتتولى قياده اي نادي من الانديه، وفي الحقيقه دايما بيكون ليك دور مهم جدا في مختلف المهام اللي تولتها حتى لو في ظروف صعبة. من ضمن المهام دي مهمة قيادة فريق الداخلية في موقف برضو صعب، فكيف ترى هذه المهمة وهذه المرحلة بالنسبة لفرقة الداخلية، وبالتحديد بعد كمان تعادل اليوم؟ والله طبعا يا امير، انا ماسك الداخليه فعلا والموقف صعب جدا. فعلا فريق كان عنده 9 نقط، تزايل الترتيب، عنده 4 اهداف داخل فيها اهداف كتيره، لكن ان شاء الله لسه في مباريات، واللي يخلي الواحد ان هو يبقى عنده امل كبير ان شاء الله ان ربنا يوفقنا، ان احنا من مباراه لمباراه المستوى بيعلى جدا. عندنا يعني اخر مباراتين انت بتلعب انبي، انبي كان تعادل مع الاهلي اعتقد، وجي لعبنا بعديها تعادلنا مع انبي، واحنا كنا الافضل في المباراه بصراحه، بالضبط، كنا عاملين مباراه كبيره جدا، تمام. تعادلنا، تعادل مع فرقه كبيره ليها طموحات افريقيه، نادي كبير، اداره محترمه، فبالتالي انت بتتصادم في فرقه امكانياتها كبيره، بتطلع من المباراه وانت الافضل، بتعادل وحاسس ان احنا كنا زعلانين، يعني كنا متضايقين للتعادل ان كنا الافضل. النهارده بتلعب في ويوتشر اللي عنده ذخيره كبيره من النجوم وامكانيات زي ما بيقولوا حدث ولا حرج، ايوه وعنده لعيبه كتير جدا لعبوا اهلي وزمالك وخبرات، انت الافضل في المباراه معظم الوقت، عندي 4 5 فرص اكيده اكيده 1000000%، يعني نخرج كازينيه على الاقل 3 عندنا فرص، فبالتالي لا بقول الحمد لله، رغم ان انا النهارده اعتبر خسرت نقطتين زي مباراه انبي، لكن الفريق بيتطور والحمد لله من المباراه للمباراه، بجانب ان انا دخلت 4 5 لعيبه اول مره يلعبوا في الدوري المصري زي ما لعبت قبل كده، محمد حمدي في دول انبي من ومصر كلها. الناشئين يا كابتن، لا لا لا، مش من الناشئين، من كانوا في القايمة اللعيبه ما بس مش كانوش بيلعبوا، بيلعبوا. ما بيلعبوش. فانوم اللي جاب الجون النهارده ايوه ده هو وكيفن، انا بلعبهم ما بيلعبوش خالص. تمام. العطار كان في يعني جاي من نادي المنيا بركه تانيه، بيلعب النهارده بيقدم مباراه كويسه. ادهم اللي لعب المباراه اللي فاتت والناس كلها شادت بيه ديفندر، والنهارده لعب عامل حاله ما شاء الله كبيره في نص الملعب، لعيبه ليه؟ الحمد لله بفضل الله، يعني انا عن ثقه كبيره في لعيبتي، بجانب ان انا النهارده بلعب مع فيوتشر امير، طبعا فريق بامكانيات وانا كبيره. عندي 5 لعيبه اساسيين من ماتش انبي مش موجودين، كمان محمد مجدي كون، شريف دابو، واياد سمير، واحمد عماد، عندي اصابات، يعني عندي اصابات وعندي انذارات، 3 انذارات، 3 لعيبه واخدين 3 انذارات، وتعمل الاداء ده وتبقى الافضل في المباراه مع فيوتشر، فالحمد لله الحمد لله على كل شيء. يعني نقدر نبارك لك على النقطة النهاردة، لأن هي نقطة أعتقد مهمة في مشوار والله المحاولة يبارك للبقاء. لفيوتشر اكتر، يعني لان احنا كنا نستحق كمباراة يعني بقى، ك 90 دقيقة تبارك لفيوتشر أكتر. لان احنا كنا الافضل، احنا عندنا فرص كتيره، دي حقيقة. عندنا وصلنا لجون كتير، كنا الاخطر طوال المباراه، يمكن فيوتشر عنده فرصه او فرصتين، لكن احنا عندنا فرص كتيره اكتر وكلها اكيده جوه جوه في السكس ياردة، كره في العارضه، كورتين لزياد طارق كان يقدر يجيب جونين، وعملهم كويس، لكن حظه وحش، وصلنا لجون كتير، فبالتالي لا عملنا مباراه كبيره، وكل الناس الحمد لله يعني ادتنا تقريبا حقنا، طبعا طبعا. لكن انا ماسك الداخليه وعارف الموقف صعب جدا، لكن لسه في مباريات، طول ما لسه في مباريات فلسه في امل. تقدر طبعا في امل، وبعدين مباراتين ينقلوك حته تانيه. انت انت النهارده بتحب التحديات اللي زي دي يا كابتن كشري؟ يعني دايما كابتن كشري لما يجي مثلا يمسك انديه مختلفه بتبقى المواقف بتاعتهم صعبه في جدول الدوري، انت بتعشق مثل هذه التحديات يعني؟ والله هي اللي بتحبني، هي اللي دايما هي بتجيني، اللي بتحب طبعا. فاعمل هنعمل ايه، انت عارف هنا المجال في مصر صعب شويه، لكن ان شاء الله عندي امل كبير، ربنا يكرمني ويديني على قد تعبي انا وجهازي واللعيبه، ان شاء الله ربنا يكرمنا. حققنا قبل كده انجاز كبير مع اسوان، وقعدناهم في صح الدوري قبل صح الفرق كلها كلها قبل الفرق كلها الكبيره، مظبوط. قبليها ب4 5 اسابيع، ودي اول مره تحصل لاسوان من زمن، وكان اعلى معدل تهديفي، والنادي باع لعيبه حوالي ب 27 مليون جنيه، ودي ما حصلتش برضه في، يعني كان رقم كبير. نفس الحكايه مع الانتاج الحربي،
خرجت لعيبه لعبت في النادي الاهلي ولعبوا منتخب مصر الغنام ومصطفى البدري ولعيبه كتير خرجت من عندي. فان شاء الله الداخليه السنه دي باذن الله عندنا امل ان شاء الله ان احنا نقعد بدل الاداء بيتحسن بالشكل ده، يبقى ان شاء الله باذن الله في نتائج ايجابيه الفتره الجايه باذن الله. اتمنى لك رب كل التوفيق يا كابتن كشري، بشكرك شكرا جزيلا الكابتن الكبير كابتن احمد كشري المدير الفني لفريق الداخليه.